السيدة خيرة إحدى النساء التي قررن تأسيس عمل حر لأنفسهن بالغوص في عالم قيادة سيارة الأجرة، عالم لطالما احتكره الرجال. هذه السيدة هي أول نساء شلف من يقتحم هذا المجال. المهنة هذه تاع سائقة سيارة أجرة ماهيش سهلة مع الأول إنسان، وسخته مرة تخاف مع الأول، تبدا متردات، تخاف الصعوبات، تخاف تلاقى مع مشاكل. والحمد لله يا ربي راني خدامه صافي، قول بخاسك 6 ولا 7 راني في 7 سنين راني خدامه، ما تلاقيت حتى مشاكل وما تلاقيت حتى صعوبات. المرأة لازم تفرض روحها في المجتمع هذا، لازم تكون قويه كما قال لك الانسان اللي خاف ما يدير والو في حياته. عدم استقرار الظروف الاجتماعيه دفع بالسيده خير الى التفكير بهذه المهنه والاستفاده من قرض مصغر يسمح لها باقتناء سياره تكون بمثابه مصدر رزق لها. نهار ربي كتب روحت انا واختي القرض المصغر دايره كريدي، سقسيت قالوا لي كاين الفولون منا ندرت الدوسي تاعي وسهل لي ربي سبحانه، واللي رجعت نخدم سائقة سيارة أجرة إن شاء الله يا ربي كما قال لك يخليني هكا كسب الثقة تاعهم. والله صدقني محتاجة صح ظروفي الاجتماعية بحال ما تسمحش ناقصة بزاف، بس الحمد لله كسب الثقة تاع 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 الزبائن تاعي أكثر من اللي نحوس على الثقة تاع نحوس على الماديات. سقف طموح هذه المرأة قد يصل إلى تأسيس شركة سيارة أجرة مصغرة تخلق مناصب شغل لنسوة تتقاسم الطموح نفسه، الإمساك بالمقود والمضي قدماً.